بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله أساسيات الرياضيات مع الجزء الثالث. النهاردة إن شاء الله يبقى في موضوع مهمة جدا جدا بالنسبة لأساسيات الرياضيات. الموضوع الأولاني وهو الحدود والمقادير الجبرية. الحدود والمقادير الجبرية يعني ايه حد جبري؟ يعني متغير او متغيرات مضروبة في بعضها. لما اقول الف ب يبقى ده بسميه حد جبري. لما اقول اتنين الف ب ج ده بسميه حد جبري. ناقص ثلاثة سين تربيع ص بسميه حد جبري. المتغيرات اللي هي الحروف ديت دي بسميها المتغيرات. الرقم ده بسميه المعامل، معامل الحد الجبري. كلمة اتنين ألف باء إيه معناتها؟ معناتها اتنين مضروبة في الألف مضروبة في الباء، وبشيل علامات الضرب وبتكتب على الصورة دي. اتنين ألف باء، اتنين ألف باء على طول، معناتها اتنين في ألف في باء. يبقى علامة العلامة الموجودة بين الحروف إيه؟ والمعامل اللي هي علامة الضرب، اللي هي علامة الضرب. مهمة جدا جدا إن إحنا نبقى عارفين المعنى. الحدود الجبرية المتشابهة اللي هي بتتشابه في جزء المتغيرات. يعني لما أقول اتنين ألف باء وتلاتة ألف، هل ده هو ده؟ لا. ليه؟ لأن المتغيرات هنا ألف وهنا ألف باء. طب هل أقدر أقول أما أجي أجمعهم أقول خمسة ألف مثلا زائد باء؟ لا، غلط. لا يمكن دول يجمعوا مع بعض، ما ينفعش أجمعهم مع بعض. لازم يتشابهوا فين؟ يتشابهوا في المتغير بالكامل. يعني بقى أنا ما أقول اتنين ألف باء وناقص خمسة ألف باء، دول إيه؟ دول حدين متشابهين. ليه يتشابهوا في الألف باء؟ لما أقول مثلا سين تربيع ص وتلاتة سين ص، مش غير متشابهين. أقول سين تربيع ص وتلاتة ص سين تربيع متشابهين. ليه؟ لأن تشابهوا في المتغيرات، حتى لو مش بالترتيب بس متشابهين في المتغيرات. بسميهم حد جبري. طالما حدين جبرين متشابهين أقدر أجمعهم، أقدر أجمعهم. لما أقول تلاتة سين تربيع صاد زائد خمسة سين تربيع، هل دول متشابهين؟ لا. بسمي حد جبري زائد حد جبري آخر أو حد جبري ناقص حد جبري زائد حد جبري بيناتهم إشارة زائد، ده بسميه إيه؟ بسميه مقدار جبري. بسميه مقدار جبري، مقدار جبري. جمع الحدود بقى الجبرية المتشابهة يبقى اتنين ألف باء زائد تلاتة ألف باء زائد خمسة ألف باء. دي حدود جبرية ايه؟ متشابهة. ألف باء ودي ألف باء ودي ألف باء، يبقى حدود جبرية. مش مهم المعامل اختلف، بس أهم حاجة القيمة المتغيرة اللي في الحد الجبري متشابهة. لما أجي أجمعهم بجمع المعاملات اتنين وتلاتة خمسة وخمسة عشرة، يعني معناتها عشرة ايه؟ ونزل المتغير زي ما هو، يبقى عشرة ألف باء، يبقى عشرة ألف باء. مول خمسة سين تربيع ناقص تلاتة سين تربيع
متشابهين اهو مع بعض، يبقى يدينا ايه؟ 2 س تربيع، 5 ناقص 3 2 س تربيع. لما اقول 3 س ص ناقص 2 س تربيع ص زائد 5 س ص ناقص 4 ص س تربيع. اما يكون اكتر من حد كده لازم اشوف الاجزاء المتشابهه. الاجزاء المتشابهه ايه؟ ده س ص وادي س ص مع بعض، وهنا س تربيع س تربيع ص ص، يعني برضو دول ايه؟ متشابهين مع بعض، دول متشابهين مع بعض. يبقى بجمع الاثنين المتشابهين والاثنين المتشابهين الاخرين. طب هنا 3 س ص موجب و5 س ص موجب، يبقى ادينا ايه؟ 8 س ص. هنا ناقص 2 س تربيع ص وناقص 4 يبقى يدينا ناقص 6. اكتبها بقى س تربيع ص ص س تربيع، مش هتفرق معاك. يبقى انا كده جمعت الايه؟ جمعت وطرحت الحدود المتشابهه. الحدود المتشابهه بجمع المتشابه فقط، بجمع المتشابه فقط. ضرب وقسمة الحدود الجبرية، ضرب وقسمة الحدود الجبرية. في ضرب الحدود الجبرية برضه نفس العملية، هي الحد الجبري مضروب لما اضربه في حد جبري. مثلا لما اقول 3 س تربيع ص في 5 س ص أس 3، دول مضروبين في بعض، إشارة كلها إشارات ضرب. لو أقسمهم على حد جبري مثلا أقول إيه؟ 5 ص تربيع، يبقى احنا زي الايه؟ زي الكسور قبل كده. قلنا الكسور طالما فيه علامات ضرب وقسمه يبقى اقدر اطير او اختصر اي حد من فوق مع اي حد من تحت. طيب انا شايف 5 راحت مع 5، مظبوطه دي حاجه سهلت علينا. طيب خلاص، طيب اختصرت الاعداد، ممكن بقى نضرب. يبقى هنا ايه؟ باقي 3، يعني عدد بس 3. طيب هنا س تربيع وسين ده ضرب اسس، يبقى باخد س نفسها واجمع الاسس، 3 و2 و1 3، وهنا ص اس 1 وص اس 3 يبقى ص اس 4 على ص تربيع. طيب مقسومه هنا، طبعا ما اقدرش اقسم السين، يبقى انا بقسم متشابه، يبقى 3 س تكعيب زي ما هي هتنزل 3 س تكعيب. هنا ص أس 4 على ص أس 2، لما أقول كده ص أس 4 على ص أس 2 هيدينا إيه؟ ص أس 4 ناقص 2، لما بقسم بطرح الأسس، لما بضرب بجمع الأسس، يبقى يدينا ص إيه؟ ص أس 2. يبقى ده اختصار الإيه؟ اختصار القيم. ضرب المقادير الجبرية، يعني مثلا لما اجي اقول ايه؟ س او 2 س زائد 5 في 2 س زائد ص، عايز اضربهم في بعض. لما بضرب قوس في قوس يبقى بضرب الحد الاولاني ده في القوس كله، بعد كده اضرب الحد الثاني في القوس كله. نضرب ازاي بقى؟ يبقى واخلي بالي من الاشارات، طبعا دي موجب يبقى موجب في موجب وموجب ما بيتكتبش. اضرب 2 س في 2 س، 2 في 2 ب 4، س في س ب س تربيع، تمام. يبقى انا ضربت ده مع ده خلاص، ده مع اللي جوه، يبقى موجب في موجب بموجب، 2 في 1 ب 2، س في ص ب س ص، تمام. خلصت ده مع القوس كله، اروح للحد التاني، 5 في 2 س يبقى موجب في موجب بموجب، 5 في 2 ب 10 يبقى 10 س،
زائد في زائد او موجب في موجب بموجب. 5 في ص ب 5 ايه؟ ب 5 ص. في حدود متشابهه، لا ده س تربيع ما فيش س تربيع، س ص ما فيش س ص، س ما فيش س ص ما فيش ص، يبقى كده ايه اخر الحل. يبقى ده نتيجه الضرب او نتيجه عمليه الضرب. القوس لما اقول الف زائد باء تربيع بتتحل ازاي؟ يبقى ده بقول عليها ايه؟ قوس تربيع. قوس تربيع يبقى مربع الاولاني، يعني الاول هيبقى تربيع، يبقى الف تربيع نفس الاشاره زائد الاول في الثاني في اتنين، يعني اتنين في الاول في الثاني، يبقى اتنين الاول الف الثاني باء. مش شرط احط علامه الضرب، الاول في الثاني في اتنين معناتها اتنين الف باء، يبقى الاول في الثاني في اتنين زائد مربع الاخير باء تربيع. طب ما هو مثلا الف زائد خمسه تربيع، هنحلها ازاي؟ يبقى مربع الاولاني الف تربيع زائد نفس الاشاره، الاول في الثاني في اتنين يبقى خمسه، فالف بخمسه الف في اتنين يبقى 10000، زائد مربع الاخير كام؟ 25. لو قلنا ألف ناقص باء تربيع هي هي بس غير الإشارة، المربع الأول ألف تربيع نفس الإشارة ناقص الأول في الثاني في اتنين يبقى اتنين ألف باء، الأخير لازم يبقى زائد باء، يبقى زائد باء إيه؟ باء تربيع. خلاص؟ يبقى ده اسمه إيه؟ فك القوس تربيع، فك القوس تربيع. طب لما اقول الف تربيع ناقص باء تربيع، ده ايه؟ مربع وده مربع، ده بسميه فرق بين مربعين. يبقى الف تربيع ناقص باء تربيع دي بتتفك ازاي؟ يبقى الف ناقص الباء في الف زائد الباء، الفرق والمجموع، الفرق في المجموع، يبقى قوس في الفرق وفي قوس في المجموع. لو انا مش حافظ دي ممكن اضرب، يعني مثلا عايز اتاكد اضرب القوسين في بعض، نضرب كده الف في الف بالف تربيع تمام، الف في باء يبقى زائد الف باء، ناقص باء في الف يبقى ناقص الف باء، ناقص في زائد بناقص، باء في باء بباء ايه؟ بباء تربيع. الف باء وهنا الف باء واحده بالموجب واحده بالسالب يروحوا مع بعض، يبقى يدينا الف تربيع ناقص باء تربيع اللي هو الفرق بين مربع، فرق بين مربع. طب عندي ألف تكعيب زائد باء تكعيب، ده بسميه مجموع مكعبين، مجموع مكعبين بفتح قوس صغير كده وقوس كبير، ده تتحفظ دي. بحط إيه؟ ألف نفس الإشارة باء، يبقى ألف زائد باء في القوس الصغير. في القوس الكبير أربع الأول ألف تربيع، أغير الإشارة ناقص. اضرب الاول في الثاني يبقى الف باء، اغير الاشاره مربع الاخير، يبقى ده مجموع مكعبين. طب فرق بين مكعبين قوس صغير برضو قوس كبير، احط الف ناقص باء، اربع الف تربيع، اغير الاشاره اضرب الف باء الاشاره نفسها اربع باء تربيع. مهمة جدا مجموع المكعبين والفرق بين المكعبين. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ايه المقادير الجبرية والحدود الجبرية. دي اخدناها خلاص ماشي. طب بيجي هنا بيقول لي ايه؟ اختصر س على 3 زائد 5 س على 6. طبعا اللي بيحل بسرعه بيحل بسرعه يقول لي س زائد س يبقى س زائد 5 س يبقى يدينا ايه؟ 6 س متشابهه. ويجي يقول لي 3 زائد 6 9، غلط.
طيب يبقى س على 3 زائد 5 س على 6. أحلها إزاي؟ قلنا ده إيه؟ جسر، تمام، وده جسر بيناتهم زائد، قلنا جسر وزائد جسر بيناتهم زائد، يبقى عندي إيه؟ أيوه، توحيد المقامات. يبقى أول نظرة للمسألة عندي إن أنا هوحد المقامات. طيب نحل بقى ونوحد المقامات مع بعض. يبقى أنا عندي س على 3 زائد 5 س على 6. أوحد على كام؟ على 6. على 6 يقبل على 6 ويقبل على 3. يبقى عشان أخلي ده 6 يبقى أضرب في 2، يبقى 2 فوق على 2 تحت. والستة زي ما هو، يبقى هنا يدينا ايه؟ 2 في س 2 س على 2 في 3 في 6 زائد 5 س، ما قربناهوش ليه؟ لأنه مقام واحد. أصبحت كده اتوحدت المقامات، يبقى أنا هاخد مقام واحد وأجمع الإيه؟ البسط. 2 س و5 س يبقى يدينا كام؟ 7 س، لأنه حدود متشابهة، لأنه حدود متشابهة. يبقى كده الإيه؟ أنا بسطت المقام، بسطت الكسر الأبسط. لما يجي هنا يقول لي راء تربيع ناقص واحد على راء زائد واحد زائد راء تربيع ناقص واحد على راء ناقص واحد يساوي 2، عايز قيمة راء. هنا ايه؟ حسب القاعدة اللي فاتت ديت، كسر وكسر يبقى انا اوحد مقامات. دي أول نظرة. لا، أنا برضو مش عايزك تنظر للمسألة هذه النظرة، ان انا ايه؟ ابقى حافظ القاعده. لا، انا ملاحظ ايه؟ ملاحظ هنا فوق ده مربع وده مربع، يبقى انا ممكن ايه؟ اول ما يجي في ذهني ان انا لو حللت فرق بين مربعين، يبقى انا اكون حافظ قانون الفرق بين مربعين على طول. يبقى هيدينا ايه؟ راء ناقص واحد في راء زائد واحد. طيب ما راء زائد واحد دي ممكن تروح مع راء زائد واحد، يبقى انا سهلت عليا. يبقى انا اللي عامل لي مشكله هنا ايه؟ الكسر، البسط، المقام. يبقى انا طيرت المقام كده، يبقى سهلت عليا خالص. هنا نفس العمليه سهلت عليا، يبقى انا كده حليت المساله بصوره ابسط. انما لو وحدت المقامات هضرب ايه؟ راء زائد واحد في راء ناقص واحد، وبعد كده اقسم راء زائد واحد في راء ناقص واحد هيدينا راء ناقص واحد، اضربها في البسط اللي فوق ده، قوس في قوس، ممكن اقعد في المساله دي نص ساعه. انما لو انا استخدمت الحل البسيط ده هيحل المساله في دقائق معدوده. يبقى انا نظرتي للمساله ازاي؟ دي برضه من اساسيات الرياضيات المهمه جدا جدا جدا، ان انا كيفيه نظري للمساله. ممكن واحد ينظر للمساله زي ما انا قلت لك كده، ان انا هوحد مقامات، يبقى المساله هتعك معاه وهتطول معاه، ممكن الناتج يطلع صح بس هتطول معاه جدا 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 وهياخد وقت كبير جدا جدا. انما انا بفكر، يبقى انا ديت طالما التربيع كده يبقى انا هفكر فرق بين مربعين على طول، مربع ومربع. يبقى انا افكر في ايه؟ في فرق بين مربعين. طب نفكر بقى فرق بين مربعين، يبقى قوسين هيبقى ايه؟ راء ناقص واحد وهنا راء زائد واحد على راء زائد واحد، تمام. طب هنا نفس العمليه، راء ناقص واحد في راء زائد واحد على راء ناقص واحد يساوي ايه؟ يساوي 2. طالما بيقول لي اوجد قيمه راء، يبقى انا بكتب المعادله بالكامل. طيب هنا راء زائد واحد يطير مع راء ناقص واحد، طيرت ليه يا عم؟ طب ما طيرتش راء ناقص واحد دي مع راء ناقص واحد ليه؟ لان بيناتهم اشاره زائد. اطير فقط في الايه؟ في الـ في الـ في الضرب والقسمه فقط، ما تعداش للايه؟ يعني ممكن واحد يجي يقول لي راء ناقص واحد مع راء ناقص واحد. لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الفاصل بيناتهم اشاره زائد، ما ينفعش اطير من هنا من ده وده، لا اطير فقط من الضرب والقسمه وفي حد واحد ما يكونش بيناتهم اشاره زائد. يبقى اتبقى هنا ايه؟ س راء ناقص واحد وهنا زائد، طبعا الناقص راح مع الناقص، هنا راء زائد واحد يساوي 2. طيب ناقص واحد بالموجب وناقص واحد بالسالب، ما يروحوا مع بعض، تمام. طيب هنا راء وراء،
يبقى قدام ده واحد قدام ده واحد، ما حدين متشابهين يبقى واحد، وقدامه واحد وواحد يبقى اتنين، يبقى اتنين راء تساوي اتنين. تمام، يبقى اتنين راء تساوي اتنين، لما اقسم على الاتنين هنا اقسم على الاتنين هنا، الاتنين مع الاتنين يبقى راء، وهنا اتنين على اتنين فالواحد، يبقى قيمة الراء بكام؟ واحد. يبقى انا نظرتي للمسألة بنظر للمسألة ازاي؟ ويا ريت انظر المسألة عن بعد كده، ما منظرش للمسألة ان انا احل على طول، لا افكر في المسألة، وممكن بعض المسائل بيجيبها لي ممكن تحس انها مكلكعة، انما خطوة واحدة فقط او فكرة صغيرة فقط تروح مفككة لك المسألة لمسألة بسيطة جدا وما فيهاش اي مشكلة. خواص الاسس والجذور. الاسس بقى لما يجي يقول لي سين اس مين في سين اس نون، ضرب وضرب، سين وسين وضرب، يبقى انا اروح جمع الايه، اخد نفس السين واجمع الاسس، يبقى سين اس خمسة اس ميم زائد نون، يعني مثلا سين تربيع في سين اس ثلاثة، سين وسين اهي، يبقى يدينا سين اس خمسة. طيب سين اس اربعة في سين اس ناقص اتنين، سين وسين، يبقى سين واجمع اربعة، ودي بس بالسالب، يبقى 4 ناقص 2 يبقى 2، يبقى 5 اس 2 في 5 اس 3 يدينا 5 اس كام؟ اس 5. طيب س اس م على س اس ن، يبقى بطرح اسمها هي بس س وس، يبقى س اس م ناقص ن، يعني س اس 7 على س اس 5، على 6 اس 7 على 6 اس 5 يدينا 6 اس 7 ناقص 5 يعني 2 طرح. طيب لما اقول س اس م مرفوع لاس تاني ن يساوي ايه؟ س اس م في ن، يعني مثلا س اس 2 اس 3 يبقى ادينا س اس كام؟ اس 6. والعكس يعني انا ممكن اعمل العكس، يعني ايه العكس؟ يعني س اس 6 ممكن اعملها ايه؟ س اس 3 ارفعها 2 ارفعها لاس 3، او س اس 3 ارفعها لاس ايه؟ 2. دي بتفيدني في ايه؟ يعني مثلا لما يجي يقول لي الجذر التربيعي لس اس 6، اعملها ازاي؟ يبقى اساوي الجذر التربيعي لس اس 3 اس 2 هي اس 6، الاثنين ده يروح مطير الجذر، التربيعي يطير الجذر، يبقى الناتج ايه؟ يديني س اس 3. فهمنا ليه بستخدم العكس ديت؟ مظبوط. يبقى احنا ايه ممكن نستخدم س اس 3 مرفوع لاس 2 يدينا س اس 6، ونفسها س اس 2 مرفوع لاس 3 هي هي يدينا س اس ايه؟ اس 6. س اس 5 س في ص اس ن، ممكن اوزع بقى ده اسمه توزيع، يبقى نقدر نقول ايه؟ س اس ن في ص اس ن، والعكس س اس ن في ص اس ن ممكن اعملها ايه؟ س في ص الكل اس ن، هي 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 هي، ساعات بنستخدم ديت ونستخدم دي. يعني معناتها ايه؟ لما اقول 5 س اس 3 يبقى اوزع بقى، يبقى 5 اس 3 ب 125 س اس ايه؟ اس 3. يبقى اكعب ده واكعب ده، لما يجي يقول لي 2 س اس 2 يبقى مربع الاثنين، اربع الاثنين وربع س، يبقى 4 س تربيع، يبقى 4 س تربيع. نفس العمليه في الاسم، س على ص اس ن يدينا س اس ن على ص اس ن، وممكن اعمل العكس، يعني مثلا لما يجي يقول لي ايه؟ 8 أس 2 على 4 أس 2. طيب نظرا للمسألة دي بحلها ازاي؟ اللي هو بيحل بنظرة سريعة يعمل ايه؟ يقول لي 8 أس 2 ب 64 و 4 أس 2 ب 16 وابدأ وارجع اقسم 64 على 16. دي حل سليم ولكن طويل وما ينفعش في أساسيات الرياضيات إن أنت تحل بيه. طيب ليه بقى؟ اما ننظر ازاي؟ النظر هنا تربيع وهنا تربيع، طب ما استخدم القاعده دي، يبقى انا اقدر اقول له ايه؟ 8 على الاربعه تربيع، تمام يا عم.
8 على 4 بكام؟ ب 2، يبقى 2 تربيع يبقى يدينا كام؟ 4. هل ده الاسهل ولا ده الاسهل ان انا اكتب 8 اس 2 يدينا 64 على 16 واقسم، ولو معيش الاقي حاسب اقسم القسمه المطوله، يبقى ده الاسهل. يبقى انا بستخدم القوانين اللي بيدهاني بصوره جيده داخل الايه؟ داخل المساله. ايضا من القوانين المهمه جدا ان اي عدد اس صفر يدينا 1. سين صاد اس صفر بواحد، سين اس صفر بواحد، وهكذا. اي عدد اي قيمه اي حد اس صفر بواحد، شايف العدد ده كله اس صفر بواحد قيمته بواحد. طيب اي سين اي حد اس سالب بنزل المقام، يبقى يدينا ايه ده؟ هيدينا 1 على سين اس 3. ولو 1 على سين اس 3 في المقام ممكن اطلعه بسين اس ايه؟ اس ناقص 3. طيب 1 على سين اس ناقص 3 اطلعه فوق بايه؟ بسين اس 3، يبقى هيطلع فوق، هيطلع فوق بسين اس ايه؟ اس 3. طيب لو عندي حدين مقسومين سين على صاد اس سالب، اشقلب الكسر، يعني سين على صاد اس سالب، يبقى ايه المشكلة عندي دلوقتي؟ السالب مين؟ طب عايز اخليها موجب مين؟ اشقلب الكسر، يبقى صاد على سين اس موجب. يعني مثلا زائد 2 على 5 اس ناقص 2، يبقى 5 على 2 اس تربيع، يبقى 25 على 4. طب اذا كانت الاساس ده بسميه الاساس بالمناسبه، يعني السين اس ميم، السين بتسمى الاساس والميم بيسمى الاسس. طب اذا كان الاساس قاف والاساس قاف متساويين، يبقى الاسس متساوي، السين تساوي الصاد، السين تساوي الصاد. خلاص قوانين الاسس مهمه جدا، ويا ريت تركز فيها وتستخدمها في حل الاسس بطريقه ايه؟ بطريقه سهله. يعني مثلا هقول مثال، لما يجي يقول لي 3 اس س ناقص 2 تساوي 81، اوجد قيمة س، احلها ازاي؟ الفكرة ايه هنا؟ على القانون الأخير اللي احنا، إن أنا أخلي الأساس يساوي الأساس، أخلي الأساس هنا ده 3 ولا اخليه 3 اس حاجه، يبقى الفكره جاتني على طول، يبقى 3 اس س ناقص 2 يساوي ايه؟ 3 81 عاملها 3 اس كام؟ 3 اس 4. ممتاز جدا، انا كده حليت المساله، خلصت المساله. يبقى اساس يساوي اساس، يبقى اذا الاس يساوي الاس، معناته ان الس ناقص 2 هتساوي كام؟ 4، الاثنين تطلع بره، يبقى س هتساوي 6. يبقى انا جبت ايه؟ قيمة السين بسهولة جدا جدا جدا. وما تتحلش الا كده بالمناسبة. يعني من ليس لها حل الا بهذه الطريقة. قوانين الجذور، لما اجي اقول مثلا جذر ألف في جذر باء، ممكن اعملها كده، جذر ألف باء، يعني ألف اضربها بالباء. زي جذر 5 في جذر 3، يدينا جذر كام؟ جذر 5 في 3 جذر 15. ممكن اعملها جذر 40، بتساوي ايه؟ جذر مثلا 4 في 10 مثلا، يبقى جذر 4 في جذر 10. أو ممكن أعملها كده، يبقى جذر 4 في 10. طب الأربعة دي ممكن أطلعها بره الجذر ب 2، يبقى 2 جذر كام؟ جذر 10. الاسم نفس العملية، لما أجي أقول جذر أ على جذر ب، ممكن أعملها كده، جذر أ على ب، زي مثلا جذر 3
8 على جذر 2، يبقى انا ممكن اعملها كجذر 8 على 2 يساوي جذر 4 يساوي 2. ماشي، ناخد شوية مسائل. مثلا 2 جذر 18 2 جذر 18 ضرب هنا في 3 جذر 2. افكك الجذور كده، يعني دايما افكك الجذور اللي عملها الاولانيه. 2 الجذر 18 ممكن اعملها كام؟ ايوه 9 في 2 مظبوط، في 3 جذر 2 وضرب ده. التسعه دي هتطلع بره الجذر ب 3، جذرها 3، التلاتة قدامها 2 يبقى تتضرب فيه يبقى 6، يبقى 6 جذر 2 في 3 جذر 2. تمام، نضرب بقى على كده، يبقى 6 في 3 ب 18، الاعداد في الاعداد، جذر 2 في جذر 2 ب 2، يعني هيدينا كام؟ 36. جذر 2 في، يعني ايه جذر 2 في جذر 2؟ يعني جذر 2 تربيع والتربيع طير الجذر. جذر 2 اي جذر، جذر 5 في جذر 5 يدينا 5، جذر 7 في جذر 7 يدينا 7، جذر 9 في جذر 9 يدينا 9، وهكذا. طب هنا جذر 5 في 2 جذر 10، جذر 5 ده عدد اول ما يتفككش يبقى زي ما هو 5. هنا 2 جذر 10 كام؟ جذر 5 في جذر 2، جذر 5 في 2. طب جذر 5 في 5 في جذر 5 ب 5، 5 في 2 ب 10، يبقى 10 كام؟ 10 جذر 2، يبقى انا بسطت 10 جذر 2، يبقى انا بسطت ايه؟ بسطت، شفت اتبسطت الى حد كبير. طب نحل دي، جذر 50، جذر 50 زائد جذر 8. جذر 50 ممكن اعملها ايه؟ دايما تشوف العدد، ان انا ممكن اخليها عدد يطلع بره الجذر في عدد تاني، ده ممكن اعمله كام؟ 25 في 2، ليه؟ لان ال 25 تطلع بره الجذر. طب هنا جذر ايه؟ 4 في 2 مظبوط. 25 تطلع بره الجذر ب 5، يبقى 5 جذر 2 زائد هنا ال 4 يبقى 2 جذر 2. طب ايه الاشاره بيناتهم؟ زائد، يبقى لازم الجذور تكون متشابهه زي كانها متغيرات بالظبط. جذر 2 وجذر 2 هنا، يبقى اجمع المعاملات، 5 و2 يبقى يدينا 7 جذر 2، يدينا 7 جذر 2. طب هنا جذر 27 زائد 5 جذر 18 ناقص جذر 300، طيب نشوف هنا كام؟ بالظبط كده، يبقى 9 في 3 زائد 5 هنا 9 في 2 مظبوط، ناقص هنا 100 في 3، مع ال 100 تطلع بره الجذر. نطلع بقى المربعات بره الجذر، ال 3 9 تطلع بره ب 3، يبقى 3 جذر 3 زائد هنا دي هتطلع ب 3، فتضرب في اللي قدامها يبقى 15، 5 في 3 15 جذر 2، هنا 10 جذر 3. ايه اللي هيتجمع؟ ده جذر 3 مع ده اللي هيتجمع فقط، وده يفضل زي ما هو. طيب هنا يبقى ده زي ما هو، يفضل زي ما هو 15 جذر 2، ما فيش حاجه اجمعها ليه؟ هنا 3 بقى ناقص 10 يبقى ناقص 7 جذر 3، ناقص 7 طرح 3 ناقص 10 الكبير اشارته سالب، يبقى ناقص 7 جذر 3 بتنزل. يبقى انا ايه؟ اجمع الجذور المتشابهه، دي بسميها الجذور المتشابهه، اللي هي جذر 3 وجذر 3، ما يهمنيش العدد اللي قدامها، بس اهم حاجه ايه؟ اجمع الجذور المتشابهه. في جذور بقى ايه مشهوره جدا، جذر 25 ب 5، جذر 100 ب 10، جذر 225 ب 15، جذر 36 6، جذر 121 11، 256 ب 16، جذر 49 ب 7، جذر ال 64 ب 8، جذر ال 81 ب 9، وهكذا، 144 ب 12، 169 13، 196 14، 400 20، الاربع ب 2 واللي هو الصفرين يطلع منهم صفر يبقى 20، 625 25 900 كام؟ التسعه تطلع بره ب 3 والصفر الصفرين يطلع منهم صفر يبقى 30. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ قانون، خدنا كده ايه؟ القوانين الجذور والاسس، مهمه جدا 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 ان انا ببقى عارف قوانين الجذور والاسس.
طب نحل المسألة دي عشان ما نكونش سيبناها، يبقى جذر 20 ناقص جذر 45 هنا، أيوة يبقى جذر 4 في 5 ناقص هنا جذر 9 في 5، 4 تطلع بره الجذر يبقى 2 جذر 5 ناقص هنا دي هتطلع بره الجذر يبقى 3 جذر 5. طيب 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 يبقى ناقص 1، يبقى ناقص جذر 5. ما بكتبش الواحد طالما اهي، طالما معامل ما بكتبوش، طالما معامل يعني مثلا لما اجي اقول ايه 5 س ناقص 4 س يبقى 5 ناقص 4 1، ما بكتبوش طالما معامل يبقى راح كاتبها س على طول، طالما معامل طالما يعني هيجي بعديها ايه حد جبري اخر. خلاص نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، هيبقى في درس تاني اخير على في اساسيات الرياضيات الدرس القادم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.